كابتن شوبير حضرتك مع كابتن سيف زاهر هتقدموا برنامج ملعب اون تايم. نعم. استاذ مصر ايه اللي حضرتك شايفه؟ بص عماد، هو كل فتره لازم تحسس الناس انه في تغيير. يعني هي المشكله زي ما كنت بحكي معاكم من فتره كده، العالم ده كله في الدراما قايم على 36 فكره. كلهم، كل الافلام والمسلسلات والحاجات دي كلها هم 36 فكره. فانت الموضه في العالم تلاقيها مره مش عارف البنطلون الضيق ومره الواسع ومره الطويل، الجاكيت اللي مش عارف هم فبتفضل بس بتقلبها وتلفها وتجيبها وتدورها لحد ما توصل لشكل جديد. اغير مره في شكل الانترو اخليه قصير، مره اخلي الانترو طويل شويه، الضيوف تبقى اسئله سريعه، لا واحد تحب تاخد منه كلام كتير كده يعني. فالمره دي الريتم، يعني الريتم عندي الريتم هيبقى الريتم السريع جدا. مدخل موجز اخبار، مزود الاهتمام بالدوريات والبطولات العربيه والنجوم العرب. افريقيا مدخلين فيها برضو، ربنا كرمنا بحد حبيبنا عمل لنا شغل هناك في افريقيا. الجوله العالميه على الدوريات والبطولات طبعا طبقا للحقوق اللي موجوده عندك، الالعاب الاخرى تبقى موجوده ازاي برضو عشان الناس بتحب، لانه الناس بتتفرج على كل اللعبات. خاصه ان بقى عندنا ما شاء الله دلوقتي كل الدوريات موجوده هنا في اون، اللي بقت اون تايم بقى من النهارده ان شاء الله. فعايز اغير شويه في المزيكا، الايقاع بتاع الضيف نفسه، الاتصالات الهاتفيه السريعه جدا جدا. عايز اغير ده، يعني بقى لنا دلوقتي فتره بنقعد حوالي شهر انا وفريق الاعداد بحيث ان احنا نوصل لافكار جديده ونعمل شكل. مش هنقدر نغير قوي عشان ما نبقاش كدابين يعني، لكن نحسس المشاهد ان في نوع من انواع التغيير اللي هيلحظه على الشاشه باذن الله. وبعدين تغيير من الاستوديو، بص ما شاء الله الاستوديو حلو. طول عمرنا يا كابتن شوبير متعودين مع حضرتك على الجديد، يعني طول عمرنا الحمد لله بنشوف حضرتك جديد. ما هو انا دايما يعني، هو بس نقطه حازم اللي قالها انه كمان، ما هو العين لما بترتاح يعني مرتاحه قوي يعني صوت. الديكور شكله حلو، العين الاحمر فيه كتير كمان. ده برتقاني، برتقاني يا كابتن يمشي على لا اسماعيلي شويه. لا والله الديكور حلو قوي. اللمسه جميله فمريحك. وبالتالي ما هو التجديد يا عماد زي ما بقول لك انه لازم المشاهد هو هيزهق منك. يعني اقول لك مثلا سر عندي في برنامج دايما، يعني انا مثلا تبقى الحلقه 3 ساعات مثلا او ساعتين او ساعتين ونص، لازم احسس المشاهد انه بيتفرج على 3 برامج مش برنامج واحد. لان لو اتفرج على برنامج واحد هيزهق، هيمل يعني. هتلاقي دايما في الاستوديو التحليلي دايما افاجئكم باسئله واقول لكم السؤال ده حلو ده خارج المنهج، ونقعد خلي بالك الحاجات دي اللي بتعلق قوي مع الـ مع الـ مع المشاهد يعني. فالتجديد انك كل شويه تغير له شكل البرنامج، كل شويه تغير له حتى شكل الفواصل نفسها. هتطلع المره دي هنطلع بفاصل شكله جديد من الضيف اللي داخل بعدها يعني مثلا انا بداتها من غير ما تحس يوم السوبر. تقديمه حازم امام، تقديمه عماد متعب كانت جديده، فقلت اجرب ايه شويه واشوف رد الفعل عند الناس عامل ازاي. لقيت رد الفعل كويس عند الناس، مقبول بشكل جيد. الفلارات اللي بنعملها مثلا دي بداتها في كاس الامم الافريقيه، فلقيتها برضو رد فعلها بشكل كويس. فهنعمل تجديد بالشكل ده زي ما بقول لك. المهم كمان هيكون الريتم عندك وازاي ما نزهقش المشاهد باذن الله. ان شاء الله كابتن، ان شاء الله بالتوفيق. كابتن شوبير دايما منور ودايما بنستمتع بحياتك ان كان في صوت تحليلي او في البرنامج. اكيد دايما عندك كل حاجه جديده وعندك حاجات جديده، حاجات كاريزما وشخصيه منفرده. نستمتع بيك دايما يا كابتن، دايما منور في اي مكان. انتم منورين بس ما تستحلوش الكرسي ده. والله ابتدى يعجبني. لا صراحه ابتدى يعجبني. بقول لك انا شايفك ايه يعني، ايه عماد عايز عماد عايز يجري، لكن انا حاسس ان البدايه بتخلي الواحد عايز يجري. وبعدين كمان قاعد قدام حضرتك فلازم اكون عايز اجري. حبيبي ربنا يخليكم، بشكركم وان شاء الله تكون قناه جميله وان شاء الله تكون فتحه خير على الجميع. بشكركم، شكرا جزيلا. شكرا. دي كانت رؤيه وانطباعات كابتن شوبير عن اليوم الاول اون تايم سبورتس. سيف زاهر هيبقى رايه ايه بعد الفاصل.